الحشو هنا على ما يستوي الكيك. عندي هعمل حشو بالباستري كريم بطعم الفراوله، وهجيب فراوله اقطعها مكعبات، وهجيب كريم شانتيه واحده واحده كده مع بعض. كريم شانتيه بتاعتي بحط كوبايتين زي ما انت شايف كده، كوبايتين يا هشام من كريم شانتيه بالسكر على كوبايتين ونص من الماء المثلج، فيها تلج جواها هي يا هشام يا جماله، ماء مثلج، ونضربها 10 دقايق على السرعه الثانيه. وبعد كده بجيب كوبايه من باستر كريم سابق التحضير على كوبايتين من عصير الفراوله الخفيف، واقلبهم مع بعض. بقى عندي الكاستر بطعم الفراوله، خد بالك من التركه دي. هنا كوبايه من الكريم شانتيه مع كوبايتين ونص من الماء المثلج، زي ما انت شايفه كده بقى عندك كريمه بالتفاصيل دي. وعندي هنا كاستر. عملت ايه يا عم حسن؟ حطيت الكريمه الباودر كاستر، وحطيت عليها كوبايتين من عصير الفراوله، بقى عندي كاستر بطعم الفراوله. اروح جايه منزلاه على الكريم شانتيه ده عشان اعمل شوبست كريم بطعم الفراوله. تعالى بقى يا هشام نمكسهم مع بعض ونبدا نعمل خطواتنا. نبدا نحشي الكيكه دي، عشان الكيكه دي ارتفاعها هيبقى 10 طبقات، غير 10 طبقات من الكيكه الاسفنجيه دي هيبقى ارتفاعها كبير. خدي بالك من التركه دي، علي على الكريمه بتاعتك اللي بتعمل فراوله، وتكوني مجهزه فراوله مقطعاها مكعبات للحشو. تمام زي الفل. اروح جايه يا جمالك يا عم حسن يا عم هشام، تعالى بقى كده نبدا نحشي عشان ندخلها الثلاجه ونجلسها. اول حاجه باخد شويه من الكريمه دي بحطها تحت كده عشان اثبت عليها الكيكه بتاعتي، وبجيب اول ديسك اهو وبضغط عليها كده، واسقيه شربات خفيف بارد اللي هو كوبايه ميه لكوبايه سكر، وبعد الغليان عصير ليمونه. وبعدين ابدا احط الكريمه الميكس بتاعتي بتاع الفراوله واوزعها. واروح جاي حاطه فراوله مكعبات عليها كده، وهكذا اجيب الفورمه الثانيه اهو واضغط عليها عشان تمسك. يا عم يوسف يا يوسف يوسف، حاول تتصل بينا تاني يا حبيبي، ما تسيبيش حته، قطعيها وسويها اعمليها على شكل مدور زي ما انت شايفه كده اللي انا مقطعها دي. وبعد كده هنديها شربات اللي هو الخفيف البارد، وبعد كده نفس الكلام من الكريمه ونفس الكلام من الفراوله. وزعي اهو